لماذا هذا اللقاء أولا؟ هذا اللقاء يدخل في إطار عدة لقاءات قمنا بها في جهات أخرى، هدف منه هو إشراك الباحثون، الجامعة، المسؤولون، المنتخبون، المواطنون في نقاش عمومي حول الجهة. لا أخفيكم سرا إذا قلت بأن في لقاءاتنا في بعض الجهات جاءت لقاءة بأفكار جديدة ربما لم تكن حتى عند الذين تخصصوا في إيجاد الحلول أو الإيضاحات المتعلقة بالجهة. هذا النوع من اللقاءات هو ما يجعل المواطن يشعر بأهمية الجهوية باعتبارها أحسن وجه للديمقراطية التشاركية التي ينادي بها جلالة ديمقراطية التشاركية، هي أن يكون المواطن مشاركا، وبالتالي يجب أن يعرف ما هي واجباته، ما هي حقوقه، ما هي الإمكانيات المتاحة له، إلى أي حد يمكن أن يساهم في بلورة هذه الفكرة وهذا الحكمة الجديدة. إذن أنا شخصيا كإعلامي وكناشر أساهم من خلال نشر موسوعة حول الجهوية، موسوعة تضمن 3 كتاب، كل كتاب يتعلق بجهة. سعدت جدا وتشرفت باستقبال صاحب جلالي في عيد شباب قبل الأخير، وأمرني بأن أعمل على أن تنشر هذه الموسوعة على أكبر نطاق للتعريف بها. طبعا تتدمر بعض المعلومات يمكن أن تكون متجاوزة مثل الإحصائيات والأرقام يجب تحينها. بين قوسين من أجل هذا وجد واحد الجريدة الإلكترونية جهة نيوز لإعطاء المعلومات الجديدة، لأن هذه المعلومات ماشي ستاتيك، ماشي جامدة، فهي تتغير طبعا. معلومات تتعلق بمختلف الجوانب المتعلقة بالجهة، ولا سيما بعض الجوانب التي غير معروفة، مثل كذلك سر أنني كنت أكتب هذه المعلومات وأكتشف المغربي من جديد. أنا كنت أعتقد أنني أعرف المغرب جيدا، واكتشفت حتى أنا من ناحية شرق النجدة اكتشفت أن هناك أشياء، قال لك إن علمت شيئا غابتك عن أشياء. فهذه الموسوعة حاولنا أن نعطيها معلومات كافية ليتفهم الناس ما هي الجهة، الهوية ديال الجهة التي يقطن فيها الإنسان. في عدة مناسبات وأعتقد أنتم متفقون معي، يأتيك أحد من خارج الجهة أو من خارج حتى الوطن ويخبرك بأن فيها جهة توجد واحد. أردنا أن نعرف بالجهة، أن نعطي الهوية الحقيقية للجهة، وأردنا كذلك أن نعطي معلومات حول الجهوية كنمط جديد للحكم. شكرا.